مشاهدينا متابعينا الاعزاء، اسعد الله مساءكم وجميع اوقاتكم بالخير والبركه. احييكم بتحيه الاسلام الخالده فسلام من الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته. لا زالت اشواطنا مستمره، شوطنا يليه الاخر، ومن انطلاقه شوطنا 16 وشوط الختام للقعدان اللقايا، والمسافه المصاحبه لهذا الشوط هي 4 كيلو مترات. اسير وياكم الى المقدمه للمركز الاول لشعر دعكان بن جابر بن راشد المري، من يقدم لنا صغان مع المقدمه. النقل والدور الى المركز الثاني، رشوه شعر الواصل فهد بن نومي بن محمد الدوسري، من يقدم لنا سياف مع المركز الثاني. المركز الثالث، أرى القدوم والتسلل من قبل هذا الاسم وشعار صالح بن محمد بن مسفر اليامي، من يقدم لنا شاهين مع المركز الثالث. ورابع المراكز، أرى شعار عبد الله بن حنس بن مسحل المقاطي العتيبي مع الذيب مع المركز الرابع. والمركز الخامس، أرى التقدم من ويقدم لنا صوغان في هذه اللحظات. دعكان بن جابر بن راشد المري المركز الثاني، أرى القدوم من قبل هذا الاسم وهذا الشعار فهد بن نامي بن محمد الدوسري، من يقدم لنا سياف مع المركز الثاني. والمركز الثالث، أرى التسلل من قبل هذا الاسم الذي غير بدوره إلى المركز الثاني، هذا الشعار القادم صالح بن محمد بن مسفر اليامي، من يقدم لنا اسمه وشعاره مع شاهين. المركز الرابع، على الشعار الواصل في هذه اللحظات، عواد بن عبهول بن عواد الظفيري مع متعب مع المركز الرابع، أو عفوا المركز مع المركز الخامس. المركز السادس، أرى القدوم والتسلل من قبل هذا الاسم من شعار حمد بن راشد بن حمد البريس المري، من يقدم لنا راهي. هاي النتيجة للخمس المراكز المتقدمة. أعود وياكم إلى سوقان مع المقدمة بشعار دعيكان بن جابر بن هدي، من يقدم لنا سوقان مع المقدمة مع البداية منذ انطلاقة هذا الشوط، مسيطر تمام السيطرة هذا الاسم وهذا الشعار المتألق دائما بشعاره سوقان مع المقدمة مع المركز الأول ولوحة 2 كيلو مترات. يا سوقان يا دعيكان يا بن جابر يا بن هدي يا المري مع المركز الأول. المركز الثاني، صالح بن محمد بن مسفر اليومي مع شاهين. ثالث المراكز، أرى حمد بن راشد بن حمد البريس المري، من يقدم لنا راهي مع المركز الثالث. والمركز أو عفوا الرابع، المركز الخامس، أرى القدوم والتسلل من قبل شعار عواد بن عبهول بن عواد الظفيري، من يقدم لنا اسمه وشعاره مع المركز الخامس. عود إلى صوغان مع المقدمة مع البداية بشعار بن هدية، من يتقدم عيكان بن جابر بن هدي المري مع سوقان مع المركز الأول مع الصدارة، مع سوقان مسيطر تمام السيطرة منذ انطلاقة هذا الشوط حتى هذه اللحظات. ولكن الجماعة واصلين يا بن هدي، دعيكان بن جابر بن راشد بن هدي المري مع المقدمة، أرى الواصل في هذه اللحظات، أرى القادم من يتقدم فهد بن نومي بن محمد الدوسري مع المركز الثاني، من يقدم لنا اسمه وشعاره في هذه اللحظات كي يقدم لنا اسمه مع سياب. ثالث المراكز،
أرى القدوم من قبل حمد بن راشد بن حمد البريس المري. يا سلام يا هذا الوصول لمركز الرابع. أرى القدوم من قبل صالح بن محمد بن مسفر اليامي وخامس المراكز. أرى القادم شعار بن راية. إذا نعود وياكم إلى المقدمة إلى شعار بن هدي، لا زال مسيطر ولكن أرى التغيير من قبل حمد بن راشد بن حمد البريس المري والكيلومتر الأخير. كيل الغلاف الجوي يا مضمرين يا عمالقة. أرى البريس مع المقدمة بن راشد حمد بن راشد بن حمد البريس المري مع المقدمة مع البداية من غير إلى المقدمة باسمه وشعار المتألق. ولكن دعيكم بن جابر بن راشد بن هدي مع المركز الثاني قادم بكل قوة صوغون. وثالث المراكز شعار فهد بن نامي الدوسري وشعار بن راية قادم بكل قوة وبكل جدارة. ولكن أعود أبو راشد، أعود إلى أبو راشد مع المقدمة حمد بن راشد بن حمد البريس مع المركز الأول. يا سلام من يتقدم شعارك يا البريس. ما شاء الله تبارك الله ولا زالت العصب الأبطان بدون يتوامر. بو راشد من يقدم لنا راهي 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 والله أداك راهي يا بو راشد حمد بن راشد بن حمد البريس المري مع المقدمة. أرى الشعار الواصل وصل في هذه اللحظات وتقدم هذا الاسم أيضا شعار حمد بن راشد بن حمد أو سعيد بن علي بن راشد بن راية. ولكن الله الله حمد بن راشد بن حمد البريس المري. الله واللحظات الأخيرة لحظات لا بعدها لحظات الأمتار المجنونة. تهانينا تهانينا والناموس لك يا أبو راشد حمد بن راشد بن حمد البريس المري. المركز الثاني معيوق بن سفر العتيبي من قدم لنا اسمه. المركز الثالث وصل في هذه اللحظات سالم بن سعيد بن سالم الفيده. المركز الرابع شاف في هذه اللحظات عياد بن سالم بن عويض العتيبي من قدم عز الجيش. المركز الخامس كان الدخول من قبل هذا الاسم فارس بن رشيد بن مرشود الحربي من قدم لنا جبار. تهانينا والناموس على هذا الفوز، على فوز راهي حمد بن راشد بن حمد البريس. وها هي شاهد العادة في هذه اللحظات، هي لحظة وصوله لخط النهاية حمد بن راشد بن حمد البريس المري. والتوقيت الزمني توقيت وقدره 6:34.86 جزء من الثانية. تهانينا والناموس لك يا أبو النموس يا أبو راشد حمد بن راشد بن حمد البريس المري. المركز الثاني وعيونه جمرة الغضب شعار بعيوق بن سفر العتيبي من قدم لنا مرسوم. وتوقيت وقدره 6:37.33 33 جزء من الثانية. تهانينا والناموس لك يا أبو والنماس يا أبو عبد الرحمن. المركز الثالث كان الدخول من قبل سالم بن سعيد بن سالم ألف هيد المري من قدم لنا الفال. 6:38.35 55 جزء من الثانية. المركز الرابع يا مخرجنا توقيت المركز الرابع كان الدخول من قبل شعار هذا الاسم وهذا الشعار الذي تقدم مع المركز الرابع. كان الدخول من قبل عياد بن سالم بن عويض العتيبي مع عز الجيش. والتوقيت 6:40.90 90 جزء من الثانية. المركز الخامس يا مخرجة كان الدخول من قبل ورقابهن مثل السيوف المهادي. المركز الخامس شعار جبار من تقدم وقدم لنا جبار فارس بن رشيد بن مرشود بن خلوية بن خليوي السهلي الحربي من قدم لنا جبار. تهانينا والنماس على